هاد المعاينات وقفات على مجموعة من الخروقات ومجموعة من الأفعال اللي كتشكل جرائم كيعاقب عليها القانون الجنائي، كل منها ما يتعلق بصحة المواطنين من خلال ضبط مجموعة من المشروبات الكحولية المهربة، كذلك ما يتعلق بتزييف وتزوير علامات تجارية، كذلك تم كل ما يتعلق بالتقنين من خلال الضبط ان هذا الفندق كيشغل مجموعه ديال الملاهي الليليه في خرق سافر لمقتضيات تحال الطوارئ، كذلك كل ما يتعلق باقامه الاجانب حيث تم ضبط 4 ديال الاشخاص يقيمون بالفندق بطريقه غير قانونيه وفي وضعيه غير قانونيه من خلال التواجد ديالهم بالمغرب. تم تسجيل جميع هذه المخالفات وهذه الجناح وهذه المخالفات القانون سواء القانون الجنائي او قانون التقنين. تم وضع المسير تحت تدابير الحراسه النظريه بعد استشاره النيابه العامه اللي كانت متبعه معنا العمليات منذ البدايه ديالها. ابحاث والتحريات غتبقى متواصله من اجل ضبط كل متورط في هذه الافعال الجرميه. بالنسبه للاجانب راه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه في حقهم، وهذه العمليه راه كانت ضمن مجموعه ديال العمليات اللي باشرتها المصالح الامنيه مختلف المؤسسات الفندقيه والمطاعم المصنفه، واللي تم من خلالها ضبط مجموعه تسجيل مجموعه ديال المخالفات، وهذه العمليه غتبقى مستمره من اجل احترام القانون واحترام القوانين المتعلقه بالطوارئ الصحيه.